حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي فيكم من قناة الرافدين. قالت اللجنة المالية النيابية إن قانون سلم الرواتب الجديد ورد إلى اللجنة المالية البرلمانية سنة 2020 وتمت مناقشة بنوده وفقراته في وقتها، لكن تم سحبه من مجلس النواب ولم ترسله الحكومة حتى اللحظة من جديد إلى البرلمان. وأوضحت عضو اللجنة إخلاص الدليمي أن العمل بسلم الرواتب الجديد يعني إضافة نحو 11 تريليون دينار من أجل تحقيق عدالة في رواتب موظفي الدولة، وأضافت أن الحكومة لن تذهب بهذا التوقيت نحو سلم الرواتب الجديد وسيتم تأجيله إلى سنوات لاحقة. أفاد مصدر مطلع بتوزيع رواتب المتقاعدين بعد عطلة عيد الأضحى، وأبلغ المصدر أن توزيع رواتب المتقاعدين سيكون بعد عطلة العيد بسبب عدم توفير التمويل والتخصيصات المالية من وزارة المالية. هذا وتشكو شريحة المتقاعدين من عدم تناسب ما يتم صرفه لهم قياساً بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع بسبب انخفاض قيمة الدينار وارتفاع معدلات التضخم. قالت وزارة النفط الحالية إن حصيلة صادرات الخام في شهر حزيران الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار من صادرات بلغت نحو 100 مليون برميل خلال الشهر نفسه. وأضافت الوزارة أنه استناداً إلى إحصاءات أولية من شركة تسويق النفط سومو، فإن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ 3,335,000 برميل في اليوم، مشيرة إلى أن سعر البرميل بلغ في المتوسط 71 دولاراً وأحد عشر سنتاً. قال خبراء اقتصاديون إن الإيرادات النفطية المتحققة لغاية شهر حزيران من العام الحالي بلغت أكثر من 44 مليار دولار، بينما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 61 مليار دولار. وبيّن الخبراء أن الانخفاض في الإيرادات النفطية خلال هاتين المدتين بلغ أكثر من 17 مليار دولار، مشيرين إلى أن الإيرادات النفطية المتحققة في النصف الأول من العام الحالي بلغت أكثر من 57 تريليون دينار، وهي أقل بمقدار تريليون دينار عن الإيرادات النفطية المقدرة في موازنة 2023. هذا الأمر يعني ارتفاع عجز الموازنة بمقدار تريليون دينار. وفي خبرنا الأخير، أكدت الحكومة اللبنانية أنها ستشتري الوقود العراقي المشغل لمحطات توليد الكهرباء بالدولار وليس مقابل خدمات كما كان الأمر سابقاً. وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، قال إن عقداً جديداً مع العراق وافق عليه مجلس الوزراء اللبناني يقضي بأن شراء لبنان من العراق لن يتم مقابل خدمات بل مقابل بدل مالي بالدولار، وعلى أن يتم تأخير الدفع مدة 6 أشهر وبشروط مسهلة، مضيفاً أن مؤسسة كهرباء لبنان ستجبي الفواتير خلال الأشهر 6 من مواطنيها على أن يسدد بعدها أو على أن يسدد لبنان بعدها ثمن الوقود للعراق. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.